اهلا بيكم. النهارده يوم مهم جدا في عالم النساء، وضيف مهم جدا في هذا العالم. والموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده هو موضوع النيش، مش النيش اللي موجود عندك في البيت، لا خالص، مش النيش بتاع السفره اللي بتدفع فيه فلوس ده، لا لا لا. النيش ده هو كلمه تعني ترقق وضعف جدار الرحم، وهنفهم معناه بالتفصيل النهارده. وله علاقة وثيقة هذه الحالة بالولادات، الولادات القيصرية والولادات التقليدية، لما نفهم إيه اللي حصل فيها. لكن أسئلة كتيرة، يعني إيه جدار الرحم يترقق يضعف؟ يعني إيه يحصل فتق؟ يعني أنتم متخيلين إن في جزء من جدار الرحم، هو طبقات على فكرة، هيحصل فيه كده، هيحصل فيه قطع كده، قطع كده ويتفتق كده، ويبقى في ترقق في هذا الجدار. طبعا مش هيبقى فاتح لبره، لكن في جزء اتعمل فيه كده، والجزء اللي وراه هيبقى زي ما يقولوا كيس، تكون فيه كيس زي اللي احنا شايفينه ده. الله، ده كارثه. ده معناه ان ممكن يحصل فيه تجمع لدوره دمويه بتاعه الدوره ولا ايه؟ ده ممكن يحصل فيه انفكشن. طب الست تشكي من ايه؟ القصه ايه؟ ده ممكن يعمل تاخر انجاب. طب ده ممكن في يوم من الايام الفتق ولا الترقق والضعف ده يكمل وينفجر الرحم. هو رابشر يوترس ده كلمه خطيره جدا، انفجار الرحم ده كلمه مخيفه، ده امرجنسي، طوارئ 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 يعني. تعالوا نفهم هذه القضيه المثيره جدا، المهمه جدا، وخصوصا لانه في الفتره اللي فاتت وما زالت القصه في موضة قيصريات 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 عمال على بطال. هل القيصريات اللي عمال على بطال اللي أنا بشق فيها جدار الرحم ولما خيطوا أكيد المتخيط مش هيبقى زي السليم، لها دور في موضوع النيش ده ولا لا؟ هو ملوش ترجمة، نيش هو النيش، والنيش معناها فتق جدار الرحم. ضيفي العزيز الرائد القدير لعالم النساء والتوليد والاسم الكبير في هذا المجال، بسعد جدا بقبول دعوتنا، صاحب الاسلوب الراقي والشرح التفصيلي، ودايما الموضوعات اللي مش مطروقه، اللي مش كتير بنتكلم فيها، هنا هتاخدوا هذا الموضوع بالتفصيل مع الاسم الكبير الاستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري الحقل المجهري وتاخر الانجاب والعلاج بالمناظير، صاحب ماجستير الحقل المجهري من جامعه باليرمو الايطاليه، وعضو جمعيه الشرق الاوسط للخصوبه وتاخر الانجاب، والجمعيه الاوروبيه للتكاثر، والجمعيه الامريكيه للخصوبه، والمؤسس والمدير لمراكز قره عين للخصوبه وتاخر الانجاب. اهلا بيك دكتور. اهلا بيك ايمن بيه. اخترت ان تتحدث النهارده عن النيش، احكي لنا ايه هو النيش. هو النيش ده عباره عن جرح بنفتحه في القيصريه وبنيجي نقفله، بعد ما يتقفل تلاقي الطبقه الفوقانيه من الوند بس اللي تاب والباقي كله مفتوح. يعني جدار الرحم سنتي سنتي ونص، تلاقي 2-3 مللي لحمين من فوق والباقي مفتوح. وكم ظلم الاطباء في هذا الموضوع كثيرا، يقول لك خياطه مش مظبوطه. يعني كان الاعتقاد السائد زمان ان الخياطه مش مظبوطه، الراجل مخيط وسايبه مفتوح، هو في حد خيط حاجه مفتوحه؟ مستحيل. يعني الخياطه، طريقه الخياطه، التهابات حصلت اثناء الجرح، كل ده يؤدي الى الشديد شديده الالتصاق، مش العكس، مش النيش. اللي انا هدفي من الكلام النهارده، زي ما انت شايف اللي فتح النيش او موجود في السونار، في السونار، اللي انا شفته بخبرتي العمليه وبالشغل الكتير، النيش ده سببه حاجه واحده بس، ان احنا بنفتح في عنق الرحم مش في الرحم نفسه. الدكتور اللي بيفتح في عنق الرحم، ما بيفتحش في الرحم، لا في القيصريه، في القيصريه، وده سبب النيش ولا سببا اخر، ما فيش سبب تاني. فانا هدفي من النهارده من الحلقه للزملاء قبل اي حاجه، افتح في الابر سيجمنت، في اللور سيجمنت. احنا عندنا في حاجه مهمه قوي يا دكتور ايمن، عنق الرحم بتاع الست قبل الحمل بيبقى طوله 5 سنتي، والرحم 6-7 سنتي او 5 سنتي زيهم. طبعا الست دي بتحمل، الراس دي بتنزل الحوض، هتجيب وسع منين؟ بتاخد الرحم ده كله، عنق الرحم ده يمتط 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 عشان يسعي
راس الجني. بقى عندي اللور سيجمنت بتاعتي اللي هي الجزء اللي شايل العيل ده، شايل الراس دي، جزء عنق رحم وجزء ايه من الرحم نفسه، من الابر سيجمنت اللي هي الجزء العلوي من الرحم، والجزء السفلي من الرحم اللي هو عنق الرحم. احنا مشكلتنا فين؟ عند عنق الرحم وابر سيجمنت بيحصل البريتون بتاعنا، العلامه بتاعنا اللي هو الاستروجيكال اناتومي بتاعنا عند الاندومتريوم، عند البريتون بتاعنا ده، البريتون ده هو علامه عنق الرحم من الابر سيجمنت، من الرحم نفسه. احنا مشكلتنا كنا بنعمل القيصريه زمان ازاي؟ نمسك البريتون ونفتحه ونسلك البريتون والمثانه البوليه لتحت. علاقة المثانة البولية بالرحم في عنق الرحم بس. كون أنا سلكت، دي كلام للأطباء والله ده مهم جدا، كون أنا سلكت المثانة البولية نزلتها لتحت، يبقى أنا اشتغلت فين دلوقتي؟ في عنق الرحم. ولذلك لما الزملاء كلهم بيجي يعملوا منظار رحم للست ويلاقوا عندها نيش، يلاقوه عمرهم كلهم مفيش حالة واحدة اكتشفوها بالمنظار الرحمي إن النيش فوق الفتحة الداخلية لعنق الرحم، كلها تحت الفتحة الداخلية لعنق الرحم. يبقى أنا فاتح فين؟ في عنق الرحم. في عنق الرحم. دي السبب الرئيسي، الهدف من الحلقة فيه. اوعى كطبيب تسلك البلادر وتسلك المثانة والبريتون وتنزل وتفتح، هتعمل لك نيش. افتح عند الريفليكشن فوق، عند في الأبر سيجمنت، عمرها ما بيحصل نيش. النيش ما بيحصلش إلا بالفتح في عنق الرحم. ويعني اتمنى ان الناس زملاء كلهم يشوفوا الحلقه دي عشان يعرفوا هذا الموضوع. ده السبب التقني الرئيسي. الرئيسي كل الاسباب القديمه اتلغت تماما. هي السبب الرئيسي الفتح في عنق الرحم. فلازم نتفادى دي بايه؟ ان احنا ما نسلكش البريتون والمثانه البوليه نزل تحت. لان المثانه البوليه نايمه اساسا على عنق الرحم. اول ما بيخلص عنق الرحم بتلف تاني لفوق. طب انا سلكت دي ليه دلوقتي؟ عشان افتح في الورسيم. لو ما سلكتهاش اساسا انا بفتح في الابر سجن فمش هيحصل نيش. طيب لو قربنا من كلمه نيش كاعراض، الست تشتكي من ايه؟ تدريجيا القصه بتمشي ازاي؟ هو الاعراض اولا، اول حاجه ان العينه دي عندها، وايه اللي بيحصل بقى؟ يعني احكي لي قبل ما نحكي الاعراض. يعني احنا لازم نشرح الباثولوجي ايه اللي تم. ابص كده، انا عندي رحم عنده حته عامله كده في قلبه، الحتة دي الدم بينزل يتجمع الشهرية. هنا الأول في الدورة الشهرية، الدورة الشهرية يتجمع هنا في عنق الرحم في الجزء اللي هو اسمه الطاقة اللي موجودة دي، أو الـ 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 الجحر اللي موجود ده يتحوش فيه الدم. أما يتحوش الدم هيعمل الأعراض اللي هقول لك عليها دي كلها. أول حاجة ألم موجود، ألم في منطقة الحوض. حاجة تانية ألم في الجماع. الحاجة الثالثة بعد الدورة ما تخلص يبدأ الدم ده ينزل يسقط يسقط يسقط. الست طهرت من الدم النهاردة، تفضل بعد ما تطهر بيومين ثلاثة يبدأ يجي لها دم يفضل 10-15 يوم. فطبعا ده عامل أذى ليها في فترة التبويض بتاعها، في فترة الحياة الأسرية اللي موجودة عنده. فعندنا أعراض ثلاثة مهمين جدا. والحاجة الرابعة بقى والأخيرة إنه بيمنع الحمل. لأن الالتهاب الموجود ده بيؤدي إلى منع الحمل. الحمل ما بيوصلش لان في حته هنا انفكتد، حته ملتزمه ملتهبه فيها تجمع مع التهاب مزمن. اهم حاجه بقى في الحته دي يجي لك العيان العيانه بدون حرج، يعني تقول لك او انت تسالها، يعني دايما الطبيب هي العيانه بيتحرج يقول لك هذه الكلمه، انت بينزل عليك ميه كتير قوي. بينزل عليها ميه كتير قوي. طب ساعه الجماع بتبقى كتيره جدا، ساعة الجماع بتبقى كتيرة جدا لدرجة ان الزوج بيبقى متضايق جدا. الصوت اللي بيطلع من المية اللي موجودة، السائل اللي موجود كتير، بيبقى حاجة مؤذية جدا للمرأة وبتخجل تقولها لأي مخلوق. فأنت كطبيب واعي أما تلاقي النيش ده موجود وانفكتد تقول لها السائل المية كتيرة؟ طيب بتزيد قوي مع الجماع؟ الزوج بيتأذى منها؟ دي السبب الرئيسي للتدخل. دي متأكد لو عايزة حمل مش هتحمل، لو عايزة حياتها تبقى مستقرة في يد مش هتنفع، لازم تتظبط الحالة دي وإلا هتحصل لها مشاكل. يبقى عندنا الدم اللي مستمر، الألم اللي في الحوض،
آلام أثناء الجماع الإفرازات الكتيرة جدا. إزاي نشخص الحالة؟ احنا هناخد هيستوري. تاريخ المرضي طبعا العينة شكوتها اللي بتقولها، مجرد ما بتقول الشكوى دي على طول انت بتبقى عارف ان دي نيش حصل فيها نيش. الحاجة التانية عندنا بقى الأدوات بتاعنا، السونار، الجهاز الالتراسونيك المهبلي، مجرد بتعملها بتلاقي الجحر موجود، حاجة واضحة خالص يعني. الحاجة التالتة المنظار الرحمي، تخش المنظار الرحمي تشوفه كويس جدا وتشوف فيه انفكشن ولا لا، وتشوف فيه تجمع صديدي ولا لا، بتشوف فيه تجمع ميوكس مخاطي، مخاط بقى موجود. يعني دي من العلامات ان في انفكشن موجود في النيش، ومن العلامات اللي تستدعي التدخل الجراحي او المنظار الجراحي بالجراحه، سواء بالجراحه او بالمنظار، انك تدخل تعمل عمليه للستري. طيب وكميه الدعوات اللي هتاخدها من العيان بعد التصرف ده، يعني ما بتفتح له انت الكلام ده، بتاخد منه دعوات غير طبيعيه، بيحس ان في حد حاسس بيه وهي مش قادره تقول هذا، العلاقه بينها وبين جوزها بس الوحيده اللي متاثره. محدش حد في الدنيا يعرف حاجه زي كده. فالمهم قوي الدكتور يبقى واعي ويفتح الكلام للعيان، لانه كمان ممكن يكون الحاله ديت مش جايه تاخر انجاب، يعني ممكن تكون هي مخلفه خلاص، هي جايه عشان قرفانه في عيشتها مع جوزها وجوزها قرفان. يعني دي حاجه مهمه جدا جدا يعني. وهي حياتها كلها ما فيش حياه يعني. طب الخطه العلاجيه بتبني العلاج ازاي بقى؟ العلاج طبعا مبكرا بعد القيصريه مباشره، لو حسيت بعد شهر من العمليه كده ان في نيش اتعمل، ده شويه ادويه هرمونيه وكلام من ده وحبوب منع حمل، بتحس ان الموضوع اتحسن، اتحسنت شويه بالهرمونات. في الغالب يعني في نسبه كبيره ما بتحسنوش، اللي ما بتحسنوش دول لازم تتدخل معاهم. التدخل ده بقى حسب حاجتين، الاعراض والسمك المتبقي من جدار الرحم. يعني الوقت الرحم بقى رقيق لدرجه بقى 2 مللي 3 مللي في الحته دي، في الحته دي، دي خطر يعني. في واحد حالات بتبقى مللي واحد، دي خطر ما اسمحلهاش بتحمل. لو حملت هتحصل مشكله، ممكن يفرقع اثناء الحمل. ممكن يفرقع. السمك 3 مللي 4 مللي في هدوء شويه، يعني الحاله هنا تتحمل الحمل عادي وكويس، فاقدر اتصرف منها بقى حسب الحته اللي انا قلتها دي، السمك المتبقي من جدار الرحم اللي بيخليني اختار الوسيله بتاعت العلاج. انا عندي وسائل العلاج حاجتين، يا اما منظار رحمي يا اما جراحي. الجراحي ثلاث انواع. زمان نفتح البطن وناخد الحته دي نسلك ونحطها ونقصها ونخيطها من جديد، نسبة الارتجاع 80-90%. يعني نعمل عملية النهاردة، وده اللي خلانا نفكر في اللي قلت عليه ده. نعمل عملية النهاردة ويجي لك العيان بعد شهرين، يا دكتور النش زي ما هو، انا رحت عملت سونار النش زي ما هو. فدي بتبقى حرج بالغ جدا. الطريقة الثانية المنظار الباطني، اخش بالمنظار اعمل نفس اللي عملته بالجراحة، بس انا وفرت على عيان فتح البطن، واشيل النيش واخيطه من جديد بنسبه الارتجاع 70%. يعني 70% من الحالات اللي بنعمل لها نيش بيحصل. شوف سعادتك الفيديو المخاط اللي فيه ده، كل ده مخاط، دي تستدعي العمليه. دي بقى اللي بيزقى الميه كتيره ومقرفه جدا وحياتها تبقى تعبانه جدا الحاله دي بالذات، لان دي الحاله اللي عامله العمليه عندي. الاكتشاف الجديد ده النيش ده كمان، ده النيش. شوف النيش فين بقى، شوف عنق الرحم، عنق احنا في عنق الرحم اهو لسه داخل الرحم، الفتحه الداخليه للرحم لسه بعيده. يعني النيش هنا في عنق الرحم وليس في الرحم. يعني هو احنا اللي فاتحين بدري. الحاجه الثالثه جراحيا هي اصلاح النيش عن طريق المهبل. دي انا بتاعتي انا، يعني انا مسجلها في لندن، مسجلها باسمي. ايه عن طريق المهبل ازاي؟ النيش دلوقتي في عنق الرحم. عنق الرحم ده عليه المثانه. لما اجي نعمل سيستروكريسيل سقوط امامي لست، بعمله في 5 دقائق 10 دقائق. طب انا اعمل كاني بعمل سقوط امامي واسلك البلادر المثانه البوليه واخد النيش ده اقصه من تحت في 5 دقائق. ونتائجه ايه يا دكتور ايمن؟ اقسم بالله 100%. ما في حالة رجعت جالها نيش تاني بعد ما تعمل لها فاجينا من المهبل. من المهبل
ما دي دي انا بقول لحضرتك ربنا هداني بيها يعني. ربنا هداني بيها انا اول ما عملها ولغايه دلوقتي لسه ما حدش بيعملها برضو. اول ما عملها واول ما سجلتها في انجلترا من سبب كلمتينك ليا قلت لي مسجل الكلام ده ولا مش مسجله. انت مره قلت لي في حلقه سجلت الكلام ده ولا لا. فسجلتها انا مسجلها من 4-5 سنين في مجله بلس الانجليزيه ونشرتها باسمي يعني. في وسيله اخرى بقى غير الجراحه ده التدخل الجراحي. الايام دي اتلغى التدخل عن طريق فتح البطن واتلغى التدخل عن طريق المنظار الباطني وما فيش باقي غير التدخل عن طريق المهبل. في طريقه اخرى لمين؟ دي الجراحه دي للناس اللي باقي منهم 2-3 مللي ماكسيموم. اللي باقي من الجدار بتاع الرحم قليل فانا خاف منها تتفرقع. طب الناس اللي عندها 4 مللي و5 مللي و3 مللي ونص و4 مللي ونص كده اقدر اعملها عن طريق المنظار الرحم. اعمل ايه؟ انا عندي رحم فيه طاقه عامله كده. طب ما انا ممكن اشيل الشفه دي. صح؟ يعني الوقت الطاقه دي بيتحوش هنا عشان هنا في شلف هنا كده موجود. طب لو انا شلت الشفه دي خالص يبقى الدم هينزل على طول او البول مش هيتجمع. وما دام مش هيتجمع مش هيحصل انفكشن. ما خليتوش بوكيت، ما خليتوش جيب. خليته عامل كده. ما خليتوش جيب. خليته عامل كده. فكده ارتاحت العيان. دي لمين بقى؟ للي عندهم جدار لسه كويس. سامعي ومش عايزه تخلف. وكل مش شكوتها، كل شكوتها الجماع، الالم، الدم. لكن مش عايز احمل. حلو قوي. ايه المشاكل اللي بتحصل لما يهمل هذا النيش من غير علاج؟ لو اهملت هتتطلق مش هيستحملها. دي اول حاجه. صدقني والله لو اهملت جوزها مش هيستحملها لان هو لازم لها يشوف حل. والحل الوحيد هو التدخل ده. الحل الوحيد. لو مش عايزه تخلف وشبعان عيال خلاص بتعملها بالمنظار الرحم وتسيبها. الموضوع خلص 10 دقايق سهله، اجراء سهل. لكن ممكن تنفجر لو حملت. لو حملت من غير حمل. لا من غير حمل مش هتنفجر. لو حملت والراس عملت كده بقى وكبرت وتشدت على البتاع ممكن تسال فرقه. لو جالها طلقه في السبع فرقه يا خرابي سود. لكن لو ما جالهاش طلقه لان معظم الناس فرقه على الرحم. هتفرقع الرحم. رابشر يوترس. انفجار رحمي. لو جالها طلقه طول ما جالهاش طلقه كفى الله المنشر القتال مفيش حاجه. لكن لو افترضنا بقى واحده سته جالها بريماتور ليبر بين تفرق واحنا مش داريين. معنى كده ان في حالات كتير فيهم نيش ممكن يحمله وتكمل ويحصل انفجار في الرحم. في ناس بتحمل. واخده ادويه واخده وحملت بدري. يعني حملت من هنا ولدت من هنا 6 شهور وحملت. هو في نيش بس ما لسه ما حصلش المشكله الكبيره الانفكشن والالتهاب. طيب واحنا في عالم النيش في بدلتين، بدله زرقاء وبدله حمراء. البدله الزرقاء والحمراء الاثنين مجرمين. الاثنين مجرمين كويس كده. حضرتك هتقول لي مين في عالم النيش يلبس بدله زرقاء وده مجرم وسط يعني عمل اجرام بسيط، ومين في عالم النيش يلبس البدله الحمراء ده مجرم يعني عتيد الاجرام يعني ده افترى؟ نبدا بالبدله الزرقاء الاول. مين اللي تلبسه البدله الزرقاء؟ هو اعتقد اللي هيسمع النصيحه مش هيبقى فيه لا زرقاء ولا حمراء. يعني انا اللي هيسمع النصيحه دي اللي انا قلناها ما تفتحش في عنق الرحم مش هيبقى لا زرقاء ولا حمراء. ده هو خطا نتيجه عدم الادراك. احنا مش مدركين ان بنعمل ايه في القيصريه. ما يفتحش في ما يفتحش في اللو... في يعني اللو... اللي يفتح في الحته دي في عنق الرحم انت البس الزرقاء ولا لا زرقاء ولا حمراء. ده لا زرقاء ولا حمراء ولا حاجه. اصلا مش خطا قاتل. علاجه سهل وبسيط يعني. علاجها سهل وبسيط. انت شفت علاجها؟ انا هجيب لك هبعت لك الفيديو بتاعها. العلاج بتاعها ابسط من انك تقول ان في مشكله اللي هو فاجينال خمس ريبير. 5 minutes الفاجينال ريبير ده لو بتسمع وريك بقى قبل وبعد. وبعد سنه وبعد 2 شوف المنظر بتاع الرحم ولا كانه اتفتح قبل كده. لكن انت مهما تعمل المشكله على الطمه الكبرى اللي عند الدكتور لما يكون ربنا عايز يعاقبك يقوم يجي لك العيان يقول لك اعمل لك النيش. هو نفسه اللي مولده واعمل النيش ويرجع النيش يرجع تاني ويتهم المريض بانك انت ما بتعرفش حاجه، لا بتعرف تولد ولا بتعرف تصلح النيش. انت كده المريض لبسك البدله. لبسك البدله. هو ده لبسك البدله الزرقاء. نورت.
وابدعت كالعاده واسعدتنا بوجودك معنا النهارده. ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الرائد في عالم الاقسام المساعد الاستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي استشاري الحقن المجاري وتاخر الانجاب وصاحب ماجستير الحقن المجاري من جامعه باليرمو الايطاليه، عضو جمعيه الشرق الاوسط للخصوبه والجمعيه الاوروبيه والامريكيه للخصوبه والتكاثر، والمؤسس والمدير لمراكز قره عين الخصوبه المراكز العريقه. كان منورنا في الناس الحلوه ومستمتع بحكاويك واسلوبك الراقي الرائع واختيارك لمواضيع مش متروقه رغم من اهميتها الشديده، وده شيء انا دايما متعود عليه مع في زياراتك، وانا منتظر الزياره القادمه. شكرا جدا، نورتنا. خليكم دايما مع الناس الحلوه.